تمام. اول شيء بدنا نحضر للتتبيله. للتتبيله هون رح نحتاج الفلفل الرومي الاحمر. طبعا بالوصفه ممكن تستخدموا دبس الفلفله، بس انا استخدمت الفلفل الاحمر حتى يكون مكون متوفر. وراح احط معها البقدونس لانه بدي اياه يطلع معي ناعم. تمام. راح احط شوي من الفلفل الحار اختياري، بس صراحه راح يعطي نكهه كثير طيبه. بتحب الحار مع الاكل؟ صراحة زاكي. راح نخلطهم. اذا ما انخلطوا بنحط شويه من الزيت بس. طبعا انا هاي الكميه مستخدمتها نص كيلو. تمام. تو عندي اللحمه طحنتها ناعم، والافضل تكون معنا لا ناعمه حتى انها تمسك على الشوي. شو راح نعمل؟ راح ننزل الخضره اللي طحنتها. تمام. يا سلام. هلا هون بدي احط البندوره. طبعا شوف البندوره انا هون طحنتها حتى صارت عندي ناعمه. شوف البصل انا برشته على المبرشه لاني بدي اتخلص من ميته. تمام. بدي اعصره، يعني هاي المي الافضل انه نتخلص من ميه البصل. حاحط معلقتين من معجون الطماطم. جميل. تمام. بدي احط بابريكا خشنه. تمام. ملعقه كبيره. راح احط كزبره كمان. ضروري. وراح احط توابل مرق الدجاج. توابل مرق الدجاج طبعا انا حطيت لكم في البهارات، حطوا البهارات السبعه، انا ما راح احط البهارات السبعه، فقط راح اكتفي في توابل مرق الدجاج حتى اعطي النكهه الغنيه للحمه. واكيد ما ننسى الملح والفلفل الاسود. وخلطيهم ونخلطهم مع بعض طبعا مع شوي من زيت الزيتون. طيب. هلا هون كميه اللحم اللي احنا بدنا نحطها في الخبزه. طبعا خبز التورتيه في منه احجام، انا اخترت الحجم الوسط. حبيتوا تختاروا حجم كبير الكبير بصير، بس الانسب انكم تختاروا حجم الوسط. ناخذ كميه من اللحمه تقريبا بدنا نحسب مثلا 100 جرام 110 جرام، ما تكثروا اكثر عشان تقدروا تاكلوها. هلا الفكره وين؟ بدنا نمسك اللحمه ونمدها حد طرف الخبزه، يعني الخبزه انا ما بدي يكون شيء مبين فيها، هي بعد ما اطلعها من الفرن رح تكش، يعني هيك عنا صارت جاهزه. شوفوا ما الطفها. وحطها بالفرن. احطها بالفرن؟ ايوه. ادير عليها المروحه؟ لا. ايوه. وانا راح اخذ الصينيه الثانيه. استني، لا اسمعي، من غير الصينيه الثانيه، انا بشيل هاي الورقه. أوكي. بشيلها بالورقه وبحطها هون. تمام. شوف وانتي الجمال. بتحطي الثانيه. تمام. طبعا شوفوا ما احلاها كيف طلعت. حط هاي. والله قال. انا اللي قال كيف ما احلاها وهي مش ذاكيه. بس اسمع، اذا بتحب دبس رمان.